بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبائي طلاب برايمري 5، أهلا بيكم. معاكم مستر حمادة محمد ساينس تيتشر. إن شاء الله تكون سنة سهلة وجميلة. بإذن الله السنة دي منهجنا عبارة عن 3 يونتس في الفيرست ترم، في الترم الأولاني. 3 يونتس دول متوزعين كالآتي: عندنا يونت 1 بعنوان إنرجي، وفي 4 ليسونز، وبعد كده عندنا يونت 2 بعنوان ميكستشرز، وعندنا 2 ليسونز، وعندنا بعد كده يونت 3 فيها 2 ليسونز وبعنوان انفايرومنتال بالانس. طبعا اهم حاجه زي ما اتعودتوا معايا ان احنا الاول نتعود على الفوكابولري بتاعه الدرس نفسه، الكلمات. فانت طالما اتعلمت البرونانسيشن، النطق الصحيح بتاع كلمات الدرس، بتقدر بعد كده ان شاء الله بتفهم الدرس بسهولة وتفهم الاسئلة بتاعته، وتقدر كمان ان انت طبعا تجاوب، وده اللي يهمنا ان انت تقدر تجاوب اي سؤال بطريقة مظبوطة. فهنبدأ مع بعض ان شاء الله. عندنا lesson 1 بعنوان light. فهقول الكلمة بالانجليش وانت هتكون شايف معناها بالعربي، وفي نفس الوقت انت بتردد ورايا الكلمة، وتقدر ان انت تشوف الفيديو اكتر من مرة او تعمله داونلود بحيث ان انت تقدر تسمعه وانت في اي مكان. الليسننج مهم قوي وبيسهل عليك ان انت تقدر تنطق بشكل مظبوط. فهنبدأ مع بعض. sources magnetic energy electric energy sound energy properties properties property. هنا طبعا properties دي الجامعة، و property اللي هي المفرد، صفة بمعنى صفة يعني او خاصية. candle light and the candles kerosene lamps propagate sorry propagate propagate transmit spectrum visible invisible بعندنا visible يعني مرئي و invisible غير مرئي visible spectrum reflection refraction. خد بالك بقى هنا الاثنين شبه بعض شوية. reflection يعني الانعكاس، وrefraction يعني انكسار، وهنعرف طبعا من خلال شرح الدرس بنستخدم الكلمات ديت فين بالظبط ومعناها بالتفصيل بناء على الاكسبيرمنت اللي هتقابلنا، التجارب اللي هتقابلنا بتعبر عن ايه بالظبط. separation splitting الاثنين بنفس المعنى. separation splitting phenomenon except centered hole transmission of light transmission of light beam vision through right torch correct variable variable يعني متعددة ومختلفة. surface surface transparent materials مهمة قوي. transparent materials semi transparent materials translucent materials translucent materials opaque materials opaque materials smooth
rough, frosted, frosted glass, vision, explore, straight lines, partition, darkened area. In English في ال American accent ما بينطقوش الدي فيقول لك darken area, darken area. Okay, flame, shadow, opaque, narrow, wide, minimized. Minimized يعني مصغرة. Maximized ال opposite بتاعها اللي هو المكبرة يعني عكسها. Inverted كلمة مهمة, inverted يعني معكوسة أو مقلوبة. ال opposite بتاعها upright, upright يعني حاجة مستقيمة, حاجة عمودية كده ومستقيمة. Reverberate, reverberate, formation, evidence, possession, nearer, nearer, bigger, ray, artificial, indicate, perform, luminous, luminous, bulbs, bouncing, plain mirror, light rays, direction, glass prism. مهم أوي الجلاس بريزم دوت اللي هو المنشور الثلاثي ده بقى يا ولاد بنستخدمه في ايه, في separation of the light of the white light. بتجيب الجلاس بريزم كده قدام الضوء الابيض وبتلاحظ ساعتها ان الضوء الابيض دوت بيبدأ يحصل له separation, ينفصل الى 7 الوان وهنعرفهم بالظبط خلال شرحنا للدرس ان شاء الله. Spectrum colors, rainbow. rainbow اللي هو قوس قزح. قوس قزح ده اصلا يا ولاد بيبقى عبارة عن ايه, عبارة عن الضوء الابيض اللي اتحلل ل7 الوان. طب ال7 الوان دول ايه بقى؟ red, orange, yellow, green, blue, indigo, violet. هما دول ال7. بعد كده inference, conclusion, كلمتين بنفس المعنى بمعنى استنتاج. بعد كده معانا بعض الverbs المهمة. طبعا احنا متعودين بناخد base form, past tense, past participle, reflect, reflected, reflected, refract, refract, refracted, refract. يبقى دول مهمين اوي لازم نعرفهم. reflect, reflected, reflected, refract, refracted, refracted, transmit, transmitted, transmitted, travel, traveled, traveled, separate, separated, separated, split, split, split. نفس معنى separate هو هو split. propagate, propagated, propagated, prove, proved, proved, infer, inferred, inferred, conclude, concluded, concluded, form, formed, formed, faint, fainted, fainted, explore, explored, explored, bounce, bounced, bounced, reach, reached, reached, appear, appeared, appeared, face, faced, faced, receive, received, received. والسلام عليكم ورحمة الله.